ضرب إهانات كتير. كل ما أخلف بنت يضربني ويهني ويحرضني عند أهلي، أنت بتخلفي بنات. إيش الحياة مأساة طويلة. اكتشفت بعد 42 يوم من الزواج إنه رجع زوجته الأولانية. يعني كان يعطيني بالأسبوع 5 ليرات. طب 5 ليرات يصرف على عائلة 6 بنات. ياخد أغراض بيتي يبيعهم كان يعز علي أكثر إشي، فإشي غرضي بيتي إلي. لقيت علي شيك كمبيالة نازلة. انطردت من الشغل. ب420 دينار. ما بعرف مين أساساً، ما بكتب كمبيالات لحدا وما بعرف مين صاحب الكمبيالة. سببها إنه ريح شكيت عليهم وزارة العمل عشان تأخير الرواتب. الجواز الثاني يعني صراحة أنا أجبرت حالي عليه عشان أخلص من إخواني من مشاكل. أيام بروح مثلا من عند الموقف الباص أحمله حمل عشان ما أقدرش إني أدفع 30 قرش. فتح بيت تقريبا عاد فيه 15 يوم، وبعدين صريح كي أنا ما بقدرش أدفع بيته. هو أجاره كان 55 دينار على الضبط تقريبا. عدة مرات يفتح باب السيارة بده يرميني منها. حسيت إنه كل هالدنيا سدت بوجهي، يعني حتى بناتي خسرته للأبد. رنيت على المديرة اللي بتقولي لا أنا ما بخلي قد الامتحانات إلا لما يحاسب صاحب الباص والقسط اللي مترتب عليه. غرفة فوق على السطح، أنا عايشة أنا وابني ومطبخ زينكو وحمام صغير، وبس إيش اللي أقدر أعيش أنا وابني. كيف بتحجزي طفل عن التعليم وإنت يعني طفل؟ هذا خط أحمر ممنوع تقرب عليه. بدوش يعني نعيش مع بعض بالبيت، بده إنه أنا أشتغل وأصرف هو يضل قاعد في بيته التاني. في ناس ما محمي يطرح عليكم بجزء 100 دينار أو 120 دينار للمحامي. يوم أروح لمحامي وأدفع مصاري وأشوف محامي مش قدرتي، لأنه بدك أتعطل عن شغلي وبدي أدفع مصاري. في ناس فقراء لا تمتلك إني يروح مكتب محاماة في أحد القضايا ويقول له 1000 و2000 و500 و600. دلوني أولاد الحلال على مركز العدل وقالوا لي إنه في مركز هون بساعد قانوني ببلاش. مركز العدل لأخو والعم والأبو اللي وقف جنبي يعني طول عمري، مش راح أنسى الموقف اللي ساعدني فيه. تكاليف ومحسب المركز العدل للمساعدة القانونية للقايمين بكل مصاريف المحاماة. إن شاء الله أيهم يكبر ويصير محامي ويساهم في هذا المركز إن شاء الله. هذا كل شبرات رب العالمين.